في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية للطرق معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلتي على الحياة أفهم. عسلام، مرحبا بكم اعزائنا المستمعين اللي تبعوا فينا على الباند فام 90.3 ولا على الباج فيسبوك اوفيسيال الحياه فام. برنامجكم صحتك في غذائك اللي كل مره نتطرقوا الموضوع جديد. موضوعنا اليوم باش يكون فقر الدم، اللي هو التعريف متاعه هو نقص في خلايا الدم الحمراء في البدن، ولا نقص الهيموجلوبين اللي هو الحديد الغني بالبروتين في كريات الدم الحمراء، اللي المهمة متاعها تكون نقل الأكسجين للأنسجة، ويصير فقر الدم وقت تكون كمية الهيموجلوبين منخفضة برشا في الدم. وبالطبيعة يلزم تكون تغذية متوازنة باش نتجنبوا فقر الدم. هذا الكل أكثر باش نحكيه فيه مع مدام سونيا بوعلاك، أخصائية في التغذية. عسلامة، مرحبا بيك مدام سونيا. عسلامة أروى، عسلامة كيف المستمعين، ومرحبا بيكم. وبيك عايشك مدام سونيا. فقر الدم اللي هي معضلة كبيرة بالنسبة لبرشا عباد، وبرشا عباد يستخفوا به، يقول لك مش مشكل أنا عندي فقر الدم. شنو الحاجات اللي نجموا نعملوهم للوقاية أولا من فقر الدم؟ فوالا، احنا أول حاجة نقولوها أنه ثم نوعين من فقر الدم. ثم فقر الدم الوراثي اللي هو تلاسيميك، واللي هو معنا حتى دخل بالاليمونتاسيون فيه. ثم فقر الدم اللي هو السيريتيد، اللي الحديد ينقص في البدن. ونحب نقول زادة اللي ثم فرق ما بين ضغط الدم وبين فقر الدم، خاطر برشا عباد يخلطوا ما بين النوعين من المرضين. دونك فقر الدم هو نقص الحديد في الدم. دونك الهيموجلوبين اللي هي هذه فيها الحديد، اللي هي تكون اللي تنقل الاكسجين كما قلت انت للانسجة، ووقت ينقص الحديد في الدم دونك يظهر فقر الدم. كيفاش يظهر فقر الدم؟ وقت يكون الغذاء نتاع الانسان، معناتها اول حاجه نقولوا على البزوا. مدام سونيا، لهنا كي نقولوا، سامحني، كي نقولوا نقص في الحديد، معناها اوتوماتيكمون باش نمشيو للحاجات اللي باش نعوضوا بها الحديد في الماكله نتاعنا، هكا ولا؟ يبداو غنيين بالحديد. احنا البزوا نتاعنا جورنالي نتاع المراه خاصه لا فامونسانت ولا اليسونت يكون من 14 حتى 16 ميلي غرام، وبالنسبة للراجل 9 ميلي غرام، وبالنسبة للنوريسان يكون ما بين 11 و 12 ميلي غرام. دونك هذوما الكل يلزم نجيبهم بالاليمونتاسيون نتاعنا. معناها لهنا كل انسان والخصوصيه نتاعو منين يجيبو. مثلا انت كيما قلت الرضيع مش كيما المراه الحامل، مش كيما الصغار، مش كيما الراجل، مش كيما المراه، كل واحد عنده لي بيزوان نتاعو. واضح؟ ايه. دونك المراه تكون عندها بزوا اكثر وقت هي تكون في فتره الحمل، ولا وقت هي تكون ترضع، معناتها وقت الرضاعه. اي وقت الرضاعه. الحاجات اللي لاليمونتاسيون اللي هي تساعدنا على معناتها لا بريفونسيون، الوقايه من فقر الدم واللي يتوجد فيها الحديد بكثره، انه اللحوم الحمراء كلها بانواعها، الحديد احنا غاديك فما لو فير فيمينيك اللي هو هذا الحديد اللي لابسوربسيون نتاعو، الامتصاص نتاعو يكون سريع ويكون توتال، يكون كامل. كيما اللحم، شفتوا البوا، اللحم البقري، اللحم العلوش، الفولاي معناتها الدجاج، العظم زاده، الكل فيهم نوعيه من الحديد اللي هما ابسوربسيون توتال، اللي الامتصاص يكون كامل ونيفو دو لانتيستان، معناتها في مصارن الانسان. في المصارن نتاعنا. دونك بالنسبه فما نوع اخر من الحديد اللي موجود في لي فيجيتو، اللي هو معناتها في الخضروات، في الحمص، في الحمص، في لي سيكولون، في الفول، في العدس، في الخضروات، زاده في الايبينار، في الباذنجان، هذوما كل فيهم الحديد. اما الحاجه اللي تختلف عن الحديد الانيميك اللي هو موجود في الاوريجين، معناتها في لي فيوند اللي دوريجين انيمال، في الزجاجيات دوريجين انيمال، يكون اقل لابسوربسيون نتاعو تكون 70% ابوبخي، دونك معناتها ماهيش توتال. وباش نحسنوا الامتصاص حتى والعباد اللي ما عندهمش واللي ما يطولوش يشيو الحم ولا الفوت ولا الدجاج، معناتها ينجموا يستعملوا هذوما لي فيكولون ولا الليجيونوز ولا يعني في الخضروات والبقول، الكل موجوده فيهم الحديد. موجود فيهم، ويقويوا لابسوربسيون الامتصاص نتاعهم بالفيتامين سي.
اللي تاكلوه مثلا بالبرتقال بالمدنينه بالقوارص. اللي هو توا وقته هكا ولا القوارص الكل اون جينيرال توا وقتها في فيتامين سي. اي فيتامين سي نجم يقوي الامتصاص نتاع الحديد اللي موجود في اللي فيجيتو الكل. زاد الفيتامين بي 12 زاد مهم على الاخر. اي بي 12 وبي 9 نجم معناتها هما اللي يخلقونا انيمي من نوع ثاني معناتها اللي خاطر هما مهمين برشا زاد موجودين في لا فيوند روج موجودين في اللحوم الحمراء. توت لي فيوند الحمراء وفي الكبدة وفي اللحم البقري وكل دونك معناتها ولي باش نقوي الامتصاص نتاع لي زاليمون هذوما ديما يلزمنا نعاونوا بالفيتامين سي اللي هو فريمون يقوي الامتصاص. يقوي الامتصاص نتاع معناه غني على الاخر ديجا احنا توا في فصل الامتصاص نتاع الحديد احنا في فصل الشتاء توا كما قلنا معناه القوارص موجوده بكثره وكل فصل والخصوصيه نتاعو ديجا حتى الخضروات والبقول موجودين على طول العام دونك معناها يلزمنا نستغلوهم لماكسيموم. اي اللي ما يسولش معناتها باش يشتري اللحم ولا الحوت ولا الدجاج ما غير ما يؤسف على روحه وينجم يستعمل الاخرين ينجم يستعمل معناتها البقول كما قلت انت الجافه والخضروات وكل معناتها عندهم دوغي اوسيهم الحديد وينجموا يعوضوا معناتها وقت احنا نزيدوا معناتها نزيدوهم الفيتامين سي. فما حاجه شنو الحاجات اللي معناتها يلزمنا ايفيتي يلزمنا نبعدوا عليهم باش لابسيكسيون ما تتعطلش نتاع الحديد اللي موجود في لي زاليمون هذوما انه نبعدوا على القهوه والتي خاطر السنة سيرتو بعد الماكله طول ما نصحوش باش واحد ياخذ التي ولا ياخذ قهوه ريت التناء اللي موجود في التي وفي القهوه هذاك سي ان كيلاتور هذاك يعطل لابسيكسيون معناتها يليميب كومبليتمون يقص لابسيكسيون الامتصاص نتاع الحديد اللي موجود في ماكلتنا معناتها سواء في لي فيوند ولا في الدجاج ولا في الحوت ولا لي فيجيتو زاد في توسكي معناتها بقول جافه وخضروات. دونك لهنا يا مدام سونيا عاده سيئه اني مثلا نقول البلان تاعي يكون متكامل باللحوم وغني بالفيتامينات كيما البي 12 والبي 9 والفيتامينات وكل شيء ومن بعد في الاخر هذا الكل ناخذ له كويس تي اللي هو باش يضيع علينا كل شيء معناها. فوالا انيبيسيون معناتها توتال سي ان كيلاتور معروف عليه التناء اللي موجود في القهوه في التي ما يخليش الامتصاص يصير. دونك اذا كان مش نشربوا تي راه معناها يبدا فما بعد ساعتين ولا قبل ساعتين من الماكله فوالا واضح ما نحاولوش باش ناخذوها جوست ابخي لو غوبا وهذه كعادة سيئة معناتها احنا ناخذوها معناتها ناخذ كستي بعد الماكلة طول دونك شنو اخر اللي نبدو عليه الكول زاد الكول ينجم يعطل وينجم يخليش معناتها الحديد يكون موجود معناتها بصفة باهية في البدن ويخلق معناتها يعاون باش تكون موجودة الانيمي. شنو هما لي سامبتوم نتاع الانيمي هذايا كيفاش يحس العبد وقت تكون عنده كيفاش يفيق بالانيمي نتاعو انه تولي عنده فشلة على طول يولي عنده كيما نقولوا اريثمي معناتها معناتها قلبه يضرب بقوة الفريكونس كاردياك تقوى معناتها كيما نقولوا ما ينجمش يخدم ما ينجمش حتى عمل اللي ينجم يقوم به والاصفرار في بدنه في جلده في الكل هذاك هو اللي معناتها كونه موجود لانيمي في بدنه دونك يلزم يعالجها ويلزم وباش ما نوصلوش لهذايا فما طرق الوقايه كما كنت نحكي فما لاليمونتاسيون اللي تنجم تبعدنا على الانيمي. دونك مدام سونيا اذا كان وصلنا للعلامات هذيا المميزه نتاع فقر الدم دونك معناها يلزمنا بالطبيعه نتوجهوا للطبيب المختص في اقرب وقت خاطر هو بيان سور هو الوحيد اللي مش يعطينا النظام شنو الدواء بالطبيعه مع الدواء لازم يكون فما نظام غذائي او ميم طون. ولا اخصائي التغذيه تعاون ياسر معناتها اللي يتلهوا بالتغذيه الكل يعاونوا ياسر باش معناتها ما يكونش موجود الانيمي من اصله معناتها لا بريفونسيون للوقايه وتكون مثلا تم في العائله ولا معناتها ما نحكيوش على الانيمي غيديتير ما نحكيو على الانيمي بريبريف دونك نجموا نعاونوا دوب ما تبدا العلامات موجوده وفما فما عباد غيسك فما مثلا لا فام اونسانت المراه الحبله فما المراه اللي ترضع فما لي بيرسون زاجي هذوما كل في اغيس معناتها اللي يلزمنا نتلهيو بهم ما نخليوش لانيمي معناتها تكون عندهم
ومعناتها اذا كانت عندها معناتها كيما نقولوا معناتها العواقب نتاعها تكون اما بالدواء ولا ما يلزمش نوصلوا لذاك، يلزم نسلطوها بالنظام الغذائي نتاعنا. وبالطبيعه يلزم مدام سونيا ديما اجراء فحوصات الدم عامه خلال عده سنوات على حسب توصيات طبيب العائله للاطمئنان وباش نتجنبوا فقر الدم هذا، وان شاء الله يا ربي نتمناو السلامه والعافيه للناس الكل. ان شاء الله هو في العام كامل نعملوا تحليل ولا كل سيمو نعملوا ولا تحليل. مهم على الاخر البيلون هذاك اللي نعملوه كل 6 شهور. شكرا ليك مدام سونيا، ان شاء الله عامكم مبروك. يعيشك مدام سونيا، شكرا ليك، شكرا ليك على حضورك معنا، شكرا ليكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا. ان شاء الله موضوع نتاع حلقتنا لليوم صحتك في غذائك يكون على الاقل قرب لكم شويه العلامات شنية نتاع فقر الدم باش تتجنبوها، وان شاء الله كما قلنا نتمنوا السلامه والعافيه للناس الكل. كنت معكم اروى غيث، كنت ميكرو امنا بوخيت في الاخراج التقني، محمد قدح امن لكم الديجيتال، خليكم في متابعه بقيه برامج الحياه فهم.